نشرت منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ مسودة أحدث مقترح الاتفاق لمعالجة قضية الخسائر والأضرار، تقول إن القمة ستتفق على إنشاء صندوق جديد لمساعدة الدول في تحمل تكلفة الأضرار المناخية. وتتضمن المسودة اتفاقا على إنشاء صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار، هذا وستبحث نحو 2000 دولة مشاركة في قمة كوب 27 المسودة قبل أن تقرر فيما إذا كانت ستوافق عليها. هذا وسبق أن رفض الاتحاد الأوروبي مقترحا قدمته الرئاسة المصرية لقمة المناخ، معتبرا أنه غير مقبول لأنه سيعرض الالتزامات السابقة بشأن خفض انبعاثات الغاز المسببة للاحترار للتشكيك. وقال مسؤول في وزارة انتقال الطاقة الفرنسية إنه في هذه المرحلة تشكك الرئاسة المصرية في المكاسب التي تحققت في غلاسكو بشأن خفض الانبعاثات، في إشارة إلى نتائج مؤتمر المناخ الماضي، مؤكدا أنه أمر غير مقبول بالنسبة لفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي. أرحب مباشرة بإحدى ممثلي شباب الأردن في قمة المناخ، سالي نعيم، أهلا ومرحبا بك معنا. سالي، سأبدأ معك بهذه المشاركة الأردنية لهذا الوفد الشبابي، كيف يمكن تقييمها وأبرز ما تم الاطلاع عليه من خلال هذه النقاشات المستمرة إلى غاية هذه اللحظة لربما؟ بالبداية بحب أشكركم على الاستضافة وعلى اهتمامكم بالشباب وأرائهم. بحب أعرف بنفسي مرة تانية، أنا سالي نعيم، ممثلة عن الشباب الأردني بالوفد المشارك بمؤتمر التغير المناخي كوب 27 من خلال يونيسف جوردن وهيئة أجيال السلام وبدعم من بنك الاتحاد. وبشكل رسمي أنا كنت متواجدة مع الوفد المشارك من وزارة البيئة الممثل بمعالي وزير البيئة الدكتور معاوية الرقايدة. ركزت مشاركتي بالمؤتمر على الحقوق الأساسية للإنسان وتحديدا على موضوع العدالة المناخية، بحيث نضمن حياة اجتماعية آمنة لكافة شرائح المجتمع وبالأخص الشباب. كوب 27 كان السنة هاي مميز، ليه؟ لأنه كان في موجود شباب من مختلف العالم وتم إشراكهم بجميع الفعاليات المتعلقة بالمؤتمر. طيب الآن من خلال هذه المشاركة سالي، إذا أردنا الحديث وأنت تحدثت بأنه مؤتمر مميز، ولكن الآن نصل إلى النتائج، لربما ما يميز المؤتمر هو النتائج التي ستصدر عنه إن كانت في تصب في مصلحة معالجة هذه الأزمة أم لا. هناك مواقف ما زالت متعنتة في مسألة التمويل بإضافة إلى قضايا أخرى، كيف يمكن تقييم هذه القضايا من خلال هذه الرؤية الشبابية ومن خلال ما تم طرحه أيضا من أوراق عمل أردنية أيضا؟ صحيح، انتهى مؤتمر الأطراف للتغير المناخي دون تقدم ملحوظ على أي من ملفات الساخنة اللي احنا تحدثنا فيها، مثل التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والتمويل المناخي. وكنت صدقا أنا كنت مستاءة جدا لعدم وجود آليات واضحة ومحددة لتعويض الخسائر والضرر، وبالأخص أن الأردن من البلدان النامية والمتضررة لا المسببة للضرر. يعني بقدر أحكي أنه انتهى المؤتمر وما زال الدول الكبرى المنتجة للنفط والغاز التي تواجه أزمات مربكة على الصعيد الاقتصادي لها القوة الكبرى، وللآن لم نحصل على البيان النهائي، ونأمل أن تكون الأوضاع لصالح البلدان النامية والمتضررة. أنا بتوقع أنه يجب أن تتحرك الدول النامية وتعزز قدراتها وتتكاتف أكثر لتقدر تتكيف ضمن مواردها المالية المتاحة والمحدودة، ولا تتعلق أو تعلق الأمال الكثيرة على الدول الصناعية الكبرى. هون نعم سالي، هل انتهى المؤتمر؟ هل انتهت النقاشات فعليا؟ لأن الحديث يتم آخر الأخبار الواردة عن صندوق لمساهمة في مسألة الأضرار، وسيتم النقاش وإن كانت ستوافق دول الاتحاد الأوروبي على هذا الصندوق في مسألة تتعلق بالتمويل الذي هو المشكلة الأساسية في مسألة المعالجة وفي مسألة دعم الدول النامية والدول الفقيرة في مواجهة هذه الأزمة. الأخبار التي تصلك، هل نتحدث عن نهاية؟ هل نتحدث عن طريق مسدود للوصول لاتفاق؟ صحيح، الطريق لغاية اللحظة هاي مسدود، ما وصلنا بيان رسمي لغاية اللحظة هاي، ما وصلنا تقرير نهائي للمؤتمر. وهون يعني بيجي دورنا احنا كشباب انه نتوتر كثير، لانه احنا هدفنا انه نحصل على التمويل، لانه احنا بلد
مش مسبب لانبعاثات الغازات الاحتباس الحراري. وهون اسمح لي انه راح احكي اكثر عن دورنا احنا كشباب بعمليه التكيف. شبابنا قادر على احداث التغيير الايجابي بمجتمعاته، لازم يكون لنا دور كبير وواضح بقضيه التغير المناخي من خلال الضغط على صناع قرارنا ليتم اشراكنا برسم السياسات الصديقه للبيئه، ولحتى يتوجهوا اكثر لمصادر الطاقه المتجدده، لانه زي ما بنعرف انه شده الاشعاع الشمسي في الاردن تتراوح ما بين 2200 ل 2400 كيلووات في الساعه، يعني لكل متر مربع من الأرض في الأردن يستطيع أن يحصل سنويا على قدر من الطاقة يتراوح ما بين 2200 إلى 2400 كيلووات في الساعة. ولازم برضو كمان نكثف الجهود لحتى ننشر الوعي للحد من نسبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. يعني إحنا ما بدنا نعلق أماننا كثير، وإحنا نأمل إنه إحنا نحصل على يعني على التمويل اللي لازم، ولكن انه احنا برضو كمان نسعى اكثر لحتى احنا ننشر الوعي الكافي عشان نحد من نسبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. وبرضو كمان نحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن، مع السعي الى تخفيضها من درجتين مئويتين الى درجة ونص في حلول عام 2030. نعم، هذه هي المطالب سالي وهذه هي الأمال، ولكن الآن في ضمن المشاركة الأردنية، نطاق المشاركة الأردنية وأوراق العمل التي تم تقديمها والمبادرة من قبل جلالة الملك في مسألة متلازمة اللاجئين والمناخ، الأجواء العامة لهذه المبادرة ولهذه المشاركة الأردنية بشكل عام بما يتسق الآن مع هذه النتائج، كيف يمكن تقييمها؟ كان في مطالب كثير كبيرة ومشاركة فعالة وقوية، بحيث أنه طالبوا الوفد الأردني والأوراق اللي قدموها بحيث أنه إحنا نحصل على التمويل اللازم ونشتغل أكثر على مصادر الطاقة، ولكن لحد الآن لم يصدر أي بيان رسمي يتعلق بالنتائج النهائية للمؤتمر. إحنا الآن بننتظر الورقة النهائية، البيان الرسمي الأخير من المؤتمر، بحيث أنه إحنا أوريدي إحنا نبلش خلص نشتغل من الآن. شكرا لك على هذه المشاركة وعلى كل هذه التفاصيل، كنت معنا إحدى ممثلي شباب الأردن في قمة المناخ سالي نعيم، شكرا لك.